أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي. وخلال الاتصال هنى الرئيس السيسي شقيقه رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لليبيا وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء. ومن جانبه أعرب المنيفي عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية الكريمة من الرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.